لما تسمع موسيقى الاختيار تحس ان انت عايز تسمعها بسماعات كبيرة، لانه حقيقة الموسيقى معمولة حلو جدا، ومعمولة زي ما بنقول طبقات، يعني فيها يعني عشان نبسطها للناس فيها الآلات اللي بتعزف كتيرة متنوعة وبتدخل مع بعض. الموسيقى مهمة قوي لان هي بتأكد على الحس والوجدان. طب انا هفكركم بحاجة، فاكرين كويس قوي انه موسيقانا مثلا في رأفة الهجان فضلت عاش العود بتاع عمار الشريعي الموسيقار الكبير عاش سنين. انت دلوقتي النهاردة اول ما تسمع عود عمار الشريعي في الهجان تعرف ان دي رأفة الهجان، وعلى طول تحس كده انه وجدانك نفسه بيتحرك. مصر ولادة ومصر فيها فنانين جيل بيسلم جيل. الفنان والموسيقار خالد الكمار اللي عامل الموسيقى اللي فيها إبداع دي هتحس كده إنه بين الموهبة وبين العلم. خالد الكمار هو يعني دارس طبعا، أولا هو خريج هندسة ودارس في الجامعة الألمانية سنة 2012، وسنة 2016 حصل على الماجستير من جامعة إدنبرا في إنجلترا، وأعتقد أنه كمان بيحضر الدكتوراه. لكن أمام كل ده موسيقى فيها إبداع، فيها مصرية، فيها تنوع، فيها كمان استخدام جديد للموسيقى العسكرية. خليني أرحب بالموسيقار خالد الكمار. مساء الخير. مساء النور، سعيد اني معاك النهارده. انا كمان سعيده، وكل يوم بيبقى عندي الاحساس ده على فكره، وانا بشوف الاختيار بعلي الصوت جدا وبحب اسمع التتر، رغم ان خلاص احنا 12 رمضان وسمعناه كل يوم، بس من كتر ما الموسيقى حلوه وفيها كده تحس يعني لايقه على مصر، وفيها كده الانتماء والهويه. فكلمني، فكرت ازاي في هذا التنوع الشرقي وموسيقات العسكريه، موسيقى العسكريه اللي موجوده جوه العمل ده؟ والله وانا لما ببدا اشتغل اي عمل يعني ببقى حابب ان انا الاقي له دايما مدخل جديد، او اللي هو يعني ابقى من ناحيه ان انا وصلت للمتلقي مستنيه، بس في نفس الوقت من زاويه جديده او من زاويه يعني ما حدش تطرق لها قبل كده. فبدأت أفكر كده، متى لو عملنا يعني زي ما نقول مارش عسكري وكل حاجة، ولكنه نقدر نقول إن هو مفعم بالمشاعر. يعني هقول لك يعني أقرب بريفرنس بالنسبة لي، أو أقرب يعني حد عمل ده بالنسبة لي، كان عبد الوهاب في الأغاني اللي هي مثلا نشيد القسم، برغم من إن هي أغنية وطنية جدا ولكن اللحن لحن شعيري جدا. يعني إحنا ممكن نشيل الكلام الوطني ونحط أغنية يعني عن حب الوطن أكتر ما هي عن معارك الوطن أو كده، فاهمة قصدي؟ يعني اللي هو عاملها من زاوية عاطفية جدا. بس فده ده كان الداعي الأول، يعني أنا عايز أعملها كأنها يعني موسيقى في حب الوطن، مش في تمجيد يعني طبعا لتمجيد الوطن وكل حاجة، ولكن الأساس هو الحب. يعني ما أنا عايز أقول لك حاجة، هي باينة جدا في الموسيقى، وانا يعني احنا بنسمعها واحنا بنتكلم موجوده في الخلفيه، والحلو فيها كمان لانه احنا مصر دي هي حلوه، مصر يعني طبعا بيليق عليها الدلع وبيليق عليها الشجن، ما اعرفش ليه يعني دايما الحاجات اللي فيها شجن. يعني يمكن لسه كنت بقول قبل ما نبدا الكلام، موسيقى عمار الشريعي في رأفة الهجان، مجرد العود والجمل بتاعه العود كانت يعني بتصحصح الوجدان. بس انا سعيده طبعا ان احنا بقينا امام زمن تاني، امام جيل تاني، وانت من الناس الحقيقه انه كمان اخذت اووردز مهمه جدا، اعتقد يعني برضو دي كانت جديده انك تاخدها. فأعتقد أنه دخول الموسيقى الشرقية والتأليف الموسيقي ويبقى موجود في التتر دي حاجة مهمة قوي. الحمد لله، يعني أنا ممنون طبعا لده جدا. وطبعا بالنسبة لي عمار الشريعي ده يعني مدرسة، يعني هو طبعا فعلا يعني سيبقى دايما صوت الوطنية في مصر هو موسيقى عمار الشريعي في مسلسل رأفة الهجان. يعني مهما حصل أعمال قبله وبعده، ولكن دي تفضل الموسيقى اللي احنا كمصريين كلنا بكل طبقاتنا وكل أعمارنا وكل حاجة بالنسبة لنا هي دي يعني صوت الوطنية في مصر. يعني أكيد. طيب أنا عايز أسألك، يعني أنت أولا تسجيل الموسيقى استغرق قد إيه؟ وكمان أنت عندك مش بس التتر، في كمان داخل العمل مشاهد مهمة، يعني في مشاهد فيها قرار، في مشاهد طبعا فيها يعني وطنية، في مشاهد فيها قلق، في مشاهد فيها عنف، يعني موسيقى مش سهل إن أنت تشتغل عليها يعني. طبعا احنا بدأنا شغل في أوائل شهر 12 كده تقريبا، ويعني خلصنا معظم الشغل قبل رمضان بكام يوم يعني،
ولحد دلوقتي شغالين بقى اللي هو لو في مثلا مشهد معين محتاج موسيقى معينه او كده، فنقدر نقول ان الشغل اخذ حوالي 4 شهور يعني من الشغل الدؤوب. لا وبعدين انت كمان عندك في الاختيار يعني التاريخ بيرصد لمصر يعني دخول الاخوان وازاي كانوا بيحاولوا يسلبوا الهويه بتاعت مصر، فاعتقد المزيكا كانت بترد احيانا كثيرا بانه لا يعني بترد هي كمان بجانب الحوار، يعني كان ليها رد يعني كتير. اه طبعا بكل تاكيد بكل تاكيد، دي طبعا حاجات تناقشت فيها مع المخرج جدا، ان احنا ازاي عايزين نعكس هذا الصراع، مش بس الصراع العسكري يعني او الصراع على السلطه، ولكنه كمان الصراع على الثقافه والصراع على الهويه. بالظبط. وده معكوس في المزيكا، وهتلاقي دايما حقيقة. حتى يعني كل جهه من الصراع ليها تيماتها المميزه ليها وليها الالات المستخدمه المميزه ليها. جدا انا بلاحظ ده جدا. ايه اكتر الالات اللي يعني كانت بطله في الاختيار؟ يعني كل موسيقار ليه كده اله او التين حبايبه. لا حقيقي. فايه اكتر؟ انا هنا يعني الموسيقى نقدر نعتبرها مقسومه لكذا شق، يعني طبعا منها الشق الاوركسترالي اللي هو عشان يدي الموضوع برضو ضخامه وفخامه كده، ولكن طبعا المشاعر بقى كلها بتوصل من خلال الالات الشرقيه اللي هو مثلا عندنا عود وعندنا كمانجا وعندنا قليل من القانون لكن هو موجود يعني، لكن بالاساس هو العود هو الصوت الشرقي اللي في الموضوع حقيقي. يعني. هو الصوت. انا بشكرك جدا وبحييك، ونقول دايما مصر ولاده وبتقدم دايما وجوه وفنانين على مر الاجيال. الموسيقار خالد الكمار وموسيقى الاختيار الممتعه اللي بنسمعها كل يوم، بشكرك شكرا جزيلا.